تقول ذهبت لعمل عمرة بعد إحرامي ارتديت نقابي طوال الرحلة من أبيار علي حتى مكة، وذلك عن جهل مندي. وعند أداء المناسك لم أستطع الرؤية جيدا من خلف طرحة سوداء أزلتها على وجهي، فأفتوني أن أرفع النقاب بعد من وجهي، ولحيرتي كنت أرفعه ترى وأزدله أخرى. إذا كنت جاهلة بالحكم فلا شيء عليك، إذا كنت عالمة وانتقبت أطعمي 6 مساكين. بارك الله فيك.